الجديد ديالي ان شاء الله جوج المسلسلات، مسلسل سميتو الزطاط ومسلسل سميتو الصك وغنيمه، ان شاء الله غادي نشوفوهم في رمضان، واحد على القناه الاولى والثاني على القناه الثانيه ان شاء الله. المساله كتبقى مساله اختياريه وصافي، ان الجمهور كنبغي نبارطاجي معاه شي حاجه على الخدمه، شي حاجه بروفيسيونيل وصافي. هذا ما كان انا ما غنقولش لك زعما لا مع لا ضد، ولكن دو بريفيرونس الانسان الا كان شي مشكل ما بين لو كوبل يحلوه بيناتهم، زعما دو بريفيرونس ما كاينش علاش زعما الناس يسيقوا الخبر وهذا، لان ما كيبقاش مشكل ما بين دوك الجوج، كيدخلوا بزاف د الناس وما كيكونش تدخل سليم وصحي، سو كي الفي كيرجع بالسلبي لهذاك لو كوب. الله يحفظ، الله يحفظ، الله يخليه ليك. امين، ربي يخليك، ربي يخليك. بيان سور حسنه راه هي حسنه، ولكن الفنانه بيان سور حيت كنتقمص بزاف ديال الشخصيات، دونك عفوا كل مره كنكون متقمصه واحد الشخصيه معينه، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتميزني على حسنه. كنتمنى لهم، كنطلب عفوا من الجمهور انهم ان شاء الله يتابعوا المسلسلات اللي ذكرت قبل، وكنتمنى من الله انه يعجبهم بزاف ونكون عند حسن الظن ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.